أستاذ أحمد سيف الإسلام محامي عبير، ما عنوانها الجديد الآن وما إقامتها بعد إخلاء سبيلها أو تصريفها من النيابة كما حدثت؟ والله دلوقتي السيدة عبير غير مطلوبة في أي جهة تحقيق، صرفت لا مشكلة بالنسبة لها، دي إنسانة حياة طبيعية، ولكن كانت هي في مكان حسنا المكان ده فيه خطورة ليها، برغم موجودة في منطقة متأمنة تماما، ولكن من البعض بعض الجرائد عرفت مكانها فاضطرنا ننقلها لإحدى المدن في محافظات الوجه البحر، لدرجة فيش يمكن اتنين بس اللي يعرفوا ايه يعرفوا مكانها لظروف لو استدعناها في اي موقف، لكن ما حدش يعرف مكانها فين في البحر. يعني احنا العمليه مش محتاجين اثاره او مشاكل، ان في متعصبين من الطرفين حد يعمل تحصل مشكله، ففضلنا ان ما حدش يعرف المكان بتاعها. وضع العائلي ايه دلوقتي؟ هل هي على يعني هي متزوجه من السيد ياسين ثابت عرفيا؟ ولكن ده خبر يمكن جديد ما كنتش عايز اقوله دلوقتي، لكن ماشي. احنا بنطلع اجراءات البطاقه الرقم القومي بتاعها على اساس ان احنا ان شاء الله في ان السيد ياسين طلب من داخل محبسه في طره ان يتم ان يتخذ الاجراءات القانونيه، لان محامي برضو ياسين، الاجراءات القانونيه لعقد زواج رسمي داخل سجن طره، وده الطلب بعد ما تخلص البطاقه الرقم القومي هنقدمه لمصلحه السجون بحيث تسمح للمأذون وللزوجه السيده اسماء بالدخول داخل السجن طره لعقد القرار الرسمي. هل تم اشهار اسلاميها رسمي؟ طبعا في الازهر. طبعا ده اشهار وثيقه اشهار، بس في نقطه لازم برضه نبقى واخدين بالها منها، يعني قبل الاشهار هي مش مسلمه، مسلمه المسلمه طالما قالت لا اله الا الله محمد رسول الله فهي مسلمه، اما اثبات الاشهار ده بيتم في الازهر، لكن هي قبل كده مسلمه. بنعمل اثبات الاشهار ليه؟ عشان هيترتب هيتغير بقى الرقم القومي عشان تتخاطب في الجهات الرسميه بديانتها الجديدة وباسمها الجديد. ما حكم الزوج القديم الآن؟ لا هو دلوقتي حكم التفريق، حكم تفريق وصدر حكم يوم 25/6 بالتفريق بينهم. يعني هي بص شرعا شريعة إسلامية انفسخ عقد زواجها من زوجها المسيحي بمجرد أو بلحظة إعلانها لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل إشارة زواج، وبرضه وفقا للائحة المجلس الملي 38 ينفسق عقد زواج المسيحيين في حالة زواج اعتناق احدهما دين اخر غير المسيحية، فشرعا مسيحيا شرعا اسلامية هي منفسق علاقة زوجية. هل عندها ابناء من الزوج الاول؟ هي البنت عبير، البنت مريم عندها 3 سنوات ونص. يعني ما مصير مريم؟ مريم اولا حسب الشريعة الاسلامية تتبع امها في اسلامها طالما انها قاصر، طبعا اللي غير قاصر ده برغبته. وهي فين الان؟ في مع امها. مع امها؟ وهل تلتحق بال يعني تطلع لها شهاده؟ هتغير يعني شهاده الميلاد نبدا نغير فيها انها مسلمه، ويعني واحده خلاص انسانه. تنسب الى ابيها؟ طبعا 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 ابيها، وهيكتب قدامه انه مسيحي، والام هيكتب قدامها انها مسلمه، والبنت مسلمه، شهاده ميلاد عادي. شكرا استاذ احمد. شكرا.